برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، انطلق ملتقى الشارقة للإعلام الأسري بدورته الثالثة تحت عنوان تحديات الممارسة العملية واستثمار الفرص. تعزيزا للقيم المجتمعية والأسرية وعلاقتها بدور الإعلام، ها هو ملتقى الشارقة للإعلام الأسري ينطلق بدورته الثالثة، وينظمه المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بهدف تسليط الضوء على دور الإعلام في نقل الرسائل الأسرية واستعراض قضاياها. طبعا هذا الملتقى يقام مثل ما نقول حرصا منا على أهمية وإبراز دور الإعلام في التصدي إلى الحملات مثل ما نقول الطاغية والمعاكسة في المنصات التواصل الاجتماعي والتي تؤثر سلبا على الأسرة. مع هذا التوجه أيضا الاكثار من هذه الملتقيات التي نحتاج فيها إلى قيادة الإعلام الآن، لأن أكثر بوابة مؤثرة في المجتمع الآن هو الإعلام، فنريد أن حقيقة أن نطلع من هذا الملتقى إن شاء الله بالكثير من التوصيات التي توجه للقيادة، توجه إلى المؤسسات، توجه أيضا للناس، ونستطيع أن نبني إعلام رصين مستفاد من مؤثر لأجيالنا المستقبلية حتى يكونون على وعي وفكر رصين. 27 إعلاميا وإعلامية من دولة الإمارات ومن عدة دول عربية يشاركون في برامج الملتقى على مدار يومين عبر جلسات حوارية وورش متنوعة ومنصات للتركيز على أهم القضايا المجتمعية. الجلسة الأولى في الملتقى الشارقة للإعلام الأسري كانت عن الفرص والتحديات اللي تواجه الأسرة والإعلام الأسري في منطقتنا العربية، وما شاء الله ضيوفنا الدكتور إبراهيم القرداني والإعلامية الكويتية المرموقة إيمان النجم أبدعوا في طرح هذين المحورين، وكذلك ما شاء الله الجمهور كان مبدع كذلك في التفاعل مع الجلسة وضيوف الجلسة. انعدام وجود الثقة بأن نصنع جيل جديد والخوف من القادم إلى وجود ثقة كبيرة بأن عندنا جيل قادم رائع من خلال تقويمه وزراعة الفطرة فيه ومواجهة هذه التحديات بشكل صارم جدا، نطبق الثواب والعقاب، نسعى جاهدين إلى البحث عن الثقافة والمعرفة والمثقفين والمخترعين والأدباء بدلا من البحث عن الرفاهية والشكليات، وعالم مليء في الثراء الفاحش بدون معرفة، عالم فارغ مفرغ من الداخل. بالتالي لابد أن نكون ثريين بكل الكنوز اللي موجودة في مجتمعنا العربي، وإن شاء الله الإعلام هو الكفيل بأن يقدم هذه المادة الدسمة لكل الأسر حتى نعيد صياغتها من جديد. الجلسات شهدت مشاركة شخصيات إعلامية واجتماعية متعددة، حيث تناولت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة فن العلاقة بين الفن والإعلام والأسرة، ليخرج الملتقى ببعض التوصيات لترسو الأسرة الإماراتية والعربية على بر الأمان بعيدا عن العادات والتصرفات الدخيلة على مجتمعنا. إذن يأتي هذا الملتقى بهدف التركيز على دور الإعلام في تحقيق الأسرة الإماراتية والعربية لمسؤولياتها المجتمعية. لأخبار الدار، غدير المعيني، الشارقة.